حرقة جدا. واضح ان الفلفل البلدي يعني عادة السلطة البلدي اللي احنا طول عمرنا عارفينها، مربعات صغيرة يعني. انا عايز اخليها تبقى صغيرة علشان وانا بقلبها تبقى فيها كل يعني كل حتة من السلطة، او كل قطمة معلقة من السلطة بيطلع فيها طعم الرنجة. ممكن نجيب بولة كده علشان نلم الحاجة فيها. جزر، الو مدام ليلى، مساء الخير هشام، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. امريني يا فندم، تحب اقول لك على اي حاجه؟ من فضلك، انا كنت عاوز اسال على ال في الجندوفلي، هو الجندوفلي اللي بيتقال عليه في بورسعيد البكلاويز، ولو عاوزه اعمله شوربه بيبقى له صوص كده، يتعمل ازاي؟ وحاجه تانية بعد اذنك يا هشام، كنت عاوزه اسال على، كنت بتتكلم دلوقتي من شويه على شوربه السمك، عاوزه اعرف هل بهارات السمك لو اتحطت على الميه دي تنفع تبقى شوربه سمك، ولا ليها طريقه تانية شوربه السمك اللي انت بتضيفها على السي فود؟ لا، بالنسبه ميرسي جدا لصراحه حضرتك، بالنسبه لشوربه السمك اللي بضيفها على السي فود دي بنبقى يا بكون عاملها من سمك، راس سمك والهيكل العظمي، يعني لما نيجي نجيب سمكه ونخليها ده اللي باخدها اعمل بيها شوربه السمك، او بنجيبها جاهزه بتبقى باودر، بودره بتتباع في السوبر ماركت، بتتجاب بتتذوب في ميه، دي شوربه السمك. بالنسبه بقى للبكلاويز او الجندوفلي، يعني انا ما بفضلش قوي ان انا اعمله شوربه، لان لو هعمله شوربه ببقى محتاج منه النكهه بتاعته، فاللي هيحصل ان انا هسلقه فهينزل منه رمله، فما بتبقاش يعني انا ما بفضلهاش بصراحه. بحب الاول اسلقه سلقه وارمي المايه اللي سلقته فيها دي خالص، اللي هي بتنزل الملح، اسف، بتنزل الرمله اللي فيه، وبعد كده اخده بقى اعمل بيه اي حاجه انا عاوزها. لو يعني عاوزه حضرتك تعملي بيه شوربه، ممكن يتحط عليه كمون، ثوم، بقدونس، وبعدين ميه، ويتساب على النار شويه بس، هو يعني قرن فلفل حراق مثلا بس، هو عاده بيبقى ايه، بناكله بالطريقه اللي هي العاديه خالص. ادي كده الطماطم، يعني مش قادر اقول لحضراتكم بقى الريحه عامله ازاي دلوقتي، محتاج ان انا عايز اكسرهم شويه من بعض. هما مع النار كده ولا كده هيبتدوا يتكسروا، بس انا بحاول اسرع الموضوع شويه. طبعا مش هنحط ملح خالص في اي حاجه من السلطه لان الرنجه مملحه كفايه. يعني انا كل اللي بعمله بعمل صوص للسلطه بس من الرنجه بس كده. ممكن اسيبها بعيد على النار، ممكن ناخد شويه شبت كده كفايه. انا بحب شكل البصل يبقى في السلطه حلقات، بس طبعا لو عايزين تغيروا تعملوه على اي شكل تاني مفيش مشكله. عشان في ناس كتير ما بتحبش البصل، فممكن يعني لما تبقى واضحه قدام الواحد كده بيقدر ان هو يشيلها من الطبق بتاعه. الو استاذه وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ احنا بصراحة سعداء جدا. ادي الرنجة، طبعا الرنجة ليها طرق كتير قوي تتعمل بيها، يعني مثلا بالنسبة لي يعني احلى طرق بحبها طبعا ان شاء الله هعملها لحضراتكم، زعتر، بصل اخضر، زيت زيتون، ليمون وخل، ملح، فلفل مش ملح، اقلب الكلام ده كله مع بعضه. حتى دي كمان ممكن زي ما هي كده تتحط في التلاجة وتتاكل تاني يوم،
كل ما بتقعد كل ما كل المكونات بتخش مع بعضها وطعمها بيبقى ظاهر جدا. ممكن بقى ننزل السلطة كده بالراحة.